مشاهد وصفت بالمعيبة والمخجلة من داخل مطار بغداد الدولي، اشتباك بالأيدي، احتكاك، صراخ، فوضى عمت سائر المطار. السبب باختصار هو تأخير رحلات الخطوط الجوية العراقية عن الإقلاع وعدم احترام المسافر. هذا ليس بالأمر الجديد. فيديوهات وثقت ما حدث في مطار بغداد ومطار البصرة أيضا من سجال محتدم ونقاش حاد واعتراض امتعاض. تأخير الرحلات لساعات طويلة دون إعلان الجهات المسؤولة عن سبب هذا التأخير والإرباك وسوء التخطيط فجر غضب المسافرين، خصوصا أن الكثير منهم عانوا من الإرهاق والتعب واضطروا للنوم على الكراسي أو في الممرات، وهكذا استمروا بالانتظار دون جدوى. ومع تعالي الأصوات وازدياد الفوضى خرج مدير المطار حاول تهدئة الوضع ولو قليلا، وهذا ما حدث. اكو زائرين لابا عبد الله عليه السلام، الزوار تاخروا عن رحلاتهم، جايين من بلدان اخرى. بس اسمع، واحنا صار لنا 24 ساعه. اسمع اسمعني، خلي اخذنا هاي الزوار جاي لابا عبد الله، وكنا تاخروا بسببهم، وكنا دافع له تقريبا 1000 دولار. بس اسمعني، يطلعون المسافرين وتجون علي وسولتهم شكوى بالطرق الاصوليه والقانونيه. زين هذا وضعكم، ما راح تحلون شيء، وانا وياكم. بس هي في راح نحكي المسافرين. المفروض الانسان يا رئيس الوزراء، يا رئيس الوزراء رحم على والدي، كذا تسمع صوتي تقبلها الناس. احنا صار لنا يومين هنا، يعني لا هم قايلين اطلع ولا هم قايلين روح. هسه شنو الحل؟ المن نوصل صوتنا؟ يا اتحاد شي قلت انا مالي غرض، يا اتحاد شي قلت انا مالي غرض. وش وين نروح؟ احنا رايحين لبيت الله عمي، ما رايحين شو اسمه، رايحين لبيت الله، نريد نزور بيت الله. اللي يزور بيت الله هيك يسوون به، نقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل من سوى هالشيء. يا اخي خلوا هاي الناس، ناس كبار، هاي ناس معقبه، ناس هاي الشيبه، شيبه الا هاي الشيبه مباركه. يا مطار انت، يا مطار هاي انت، يا مطار. مطار البصره عمي، احنا مطار البصره يا رئيس الوزراء، اذا تسمعنا سوي لنا شاره، سوي لنا شاره يا محافظ البصره يا سعد العيداني. المن نروح؟ يا بعد اكثر من هاي شو نسوي؟ كل الرحلات جايه تطلع دبي. ما شاهدناه لم يبقى حديث أسوار مطار بغداد الدولي، بل انتقل إلى السوشيال ميديا
من خلال هذه الفيديوهات. الناشطون شنوا هجوما على الخطوط الجوية العراقية ووزارة النقل التي سارع وزيرها رزاق السعداوي إلى تشكيل لجنة تحقيقية، وقرر اليوم سحب يد 6 مسؤولين بينهم مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية لإحالتهم على التحقيق. أما عن سبب تأخر إقلاع الطائرات ضمن مواعيد رحلتها المجدولة، قالت الوزارة إن نقص عدد الطواقم بالإضافة إلى الزخم الكبير في حركة المسافرين على متن الناقل الوطني أربك حركة الطائرات. طبعا تبرير وزارة النقل هذا لم يقنع المواطن العراقي ولا المسافر، فهناك ردود أفعال غاضبة جدا بسبب ما حصل. وهذا هو البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة النقل العراقية الخطوط الجوية العراقية، الزخم الكبير إلى آخره.